فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا. كذلك هذا من المنكرات حتى عند المسلمين، ما يجوز رفع الأصوات مع الجنازة، وإنما هو هذا من عوائد أهل الكتاب، ونحن منهيون عن التشبه بهم في ذلك. نعم. ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. نعم إذا كان نعم ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين مع الموتى. مع الموتى نعم، في المسلم الميت لا يتبع بنار ولا بنائحة ولا بشيء، نعم، إلا إذا احتاج يدفنونه في الليل وظلام الليل واحتاجوا إلى سراج فلا بأس بذلك وقت الحاجة فقط. نعم. رواه حرب بإسناد جيد. وفي رواية أخرى رواه حرب الكرماني من أصحاب الإمام أحمد.